ما هي الشاكرات وكيف تؤثر على حياتنا؟ تعد الشاكرات شاكرا مفهوما شهيرا في الثقافة الهندية القديمة أو ما يعرف حاليا بالثقافة الهندوسية، وتشير إلى مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان والتي تتحكم بحالته النفسية والبدنية ويطلق عليها مراكز القوة. تترجم الكلمة سنسكريتية الأصل شاكرا حرفيا إلى عجلة أو قرص، وترمز إلى المحيط الدوار لنشاط الطاقة البيولوجية المنبثقة عن العقد العصبية الرئيسة المتفرعة والواقعة أمام العمود الفقري. أما في اليوغا والتأمل والآيروفيدا فيشير هذا المصطلح إلى عجلات الطاقة في جميع أنحاء الجسم. هناك سبع شاكرات رئيسية تمتد على طول العمود الفقري، حيث تبدأ من قاعدة العمود الفقري متجهة صعودا إلى أعلى الرأس، كما تمتد أيضا عبر الجزء الأمامي والخلفي وعلى جانبي الجسم. إن الشاكرات عبارة عن دوامات دوارة من الطاقة لا ترى بالعين المجردة، ولكن يمكن استشعارها والإحساس بها من خلال الحدس. وتسمى هذه الطاقة العلاجية الخفية بالبرانا أو قوة الحياة، وهي ما تجعلنا نتمتع بالنشاط والصحة والحيوية. على ماذا تحتوي الشاكرات؟ تخزن الشاكرات طاقة الأفكار والمشاعر والذكريات والتجارب والأفعال، وتؤثر في عقليتنا وسلوكاتنا وصحتنا العاطفية وأفعالنا الحالية والمستقبلية وتوجهها. ويمكننا معالجة قوة الحياة في كل شاكرة وتحويلها وإطلاقها متى أردنا استدعائها. تعد معالجة الشاكرة ممارسة متعمدة للتواصل مع طاقتنا المخزنة، مما يساعدنا على فهم كيفية تأثير ماضينا في حاضرنا ومستقبلنا، كما تطلعنا على أفعالنا وسلوكاتنا وتؤثر فيهنا. وتحدد مدى الحياة كل من جودة صحتنا وفرصنا الوظيفية وعلاقاتنا الاجتماعية وغير ذلك الكثير، كما يوضح لنا هذا الجسم الخفي مراكز الطاقة كيف يؤثر واقعنا الداخلي في واقعنا الخارجي ويشكله. ما هي أهمية الشاكرات الرئيسية في الجسم؟ تتوافق عجلات الطاقة هذه مع المراكز العصبية الكبيرة في الجسم، وتحتوي كل واحدة من الشاكرات السبع الرئيسية على حزم عصبية وأعضاء رئيسة، فضلا عن مناطق التحكم بحالاتنا النفسية والعاطفية والروحية. بما أن كل شيء بداخلنا في حالة حركة مستمرة، فمن الضروري أن تظل الشاكرات السبع الرئيسية لدينا مفتوحة ومتسقة ومرنة، وإذا حدث انسداد في أحد الشاكرات فسيتقيد تدفق الطاقة. الأمر أشبه بحوض الاستحمام، فإذا انسدت بالوعة الصرف سيمتلئ حوض الاستحمام بالماء الراكد، مما يتسبب بنمو البكتيريا والعفن، وهذا هو الحال أيضا مع أجسادنا والشاكرات. ولكن حوض الاستحمام شيء مادي وإصلاحه أمر بسيط، أما إبقاء الشاكرات مفتوحة فيعد أمرا أكثر صعوبة، ولكنه ليس صعبا للغاية إذا كنت تمتلك الوعي الكافي. نظرا إلى أن العقل والجسم والروح والنفس مترابطون ارتباطا وثيقا، سيساعد الوعي بعدم التوازن في منطقة ما على إعادة توازنها وتوازن بقية الشاكرات. فعلى سبيل المثال، قد يصاب الشخص الذي فقد شخصا عزيزا مؤخرا بالتهاب شعب هوائية حاد، مما يسبب آلاما صدرية للمصاب في كل مرة يسعى فيها ويعود يسعل فيها عفوا، ويعود كل هذا إلى تأثر شاكرة القلب. لكن إذا أدرك المريض العلاقة بين الحزن والتهاب الشعب الهوائية، سيتعافى بصورة أسرع من الاستسلام للحزن ومعالجة الأمر كمجرد مرض جسدي. التواصل مع الشاكرات. قد تتوصل مع شاكراتك ومراكز وعيك بطرائق عدة، منها التأمل والتخيل واليوغا والريكي والعلاج بالكريستال والعلاج بالصوت والوخز بالإبر أو غيرها من الطرائق المختلفة. قد يرى بعض الناس دوامات الطاقة في مخيلاتهم أو يشعرون بها عندما يحومون بأيديهم حول أجسادهم، وقد يشعر آخرون بأحاسيس في أجسادهم أو بتغييرات عقلية وعاطفية ترتبط بالشاكرات. كما بإمكانك التواصل مع الأفكار والعواطف المخزنة في كل دوامة عن طريق تدوين ما تشعر به في كل شاكرة. عندما تبدأ استشعار شاكراتك، فقد تشعر أن تدفقها غير نشط أو مفرط النشاط، وقد تشعر بالضعف والانكماش أو الصحة والاستفاضة، غير أن نظام الشاكرة الصحي يتضمن شاكرات زاهية اللون ومتوازنة في الحجم وتتدفق بسرعة صحية وسليمة. تحمل كل شاكرة المعتقدات والمشاعر والذكريات المتعلقة بمجالات معينة من حياتك،
فعلى سبيل المثال تقترن الشاكرات السفلية بعنصر الأرض، أي بالأمور الدنيوية كالبقاء والجنس والسلطة، في حين ترتبط الشاكرات الثلاث العليا بالوعي العالي والحقيقة والحدس والمغزى. أما الشاكرة الوسطى وهي شاكرة القلب، فهي تربط بين العالمين المادي والروحي من خلال التعاطف والرحمة والمحبة. عند علاج الشاكرات، فمن الحكمة أن نبدأ بشاكرا الجذر، وأن نستكشف الأفكار المرتبطة بكل من السلامة والتغذية والانتماء والأمور المالية والأسرية، حيث يمكنك من هنا التحرك خلال العمود الفقري تدريجيا إلى الأعلى حتى الوصول إلى الشاكرات الروحانية. تعد صحة الشاكرات السفلية أمرا لا بد منه لصحة الشاكرات العلوية، فدون الإحساس بالارتكاز والاستقرار والأمان لن تتمكن من فتح شاكرا العين الثالثة أو شاكرات التاج المرتبطة بالحدس والتواصل الروحاني والمعرفة العليا. يقدم نظام الشاكرات خارطة تساعدنا على رؤية العلاقة بين علم التشريح والعقل والعواطف والطاقة، ويعزز الصلة بين العقل والجسد بطريقة عملية ومسيرة، فضلا عن أنه يذكرنا بما نحتاج إليه للتمتع بالصحة والسعادة وبإمكاناتنا اللامحدودة. فبوسعنا أن نكون مرنين وعاطفيين ومنضبطين، وأن نكون صادقين وعطوفين في الوقت نفسه.